أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج جبد مصر. النهاردة بقى لنا عدد ساعات قليلة لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. سوف يكون عندنا رئيس لجمهورية مصر العربية خلال يومين على الأكثر. بأي حال من الأحوال إحنا هنقبل نتيجة الصندوق اللي إحنا بننادي بيها من زمان. أي رئيس يجي أهلا وسهلا بيه، هيبقى رئيس لكل المصريين. عندنا بعض الأنباء اللي وردت لنا عن ميدان التحرير. في حشد مليونية في ميدان التحرير دعت ليها حركة 6 أبريل، وانضمت ليها بعض القوى السياسية الأخرى مثل الإخوان المسلمين وحزب النور. تم عمل منصة بين شارعي محمد محمود وطلعت حرب. الأعداد بتتزايد في ميدان التحرير. انطلقت كمان مسيرة من شباب حركة 6 أبريل من ميدان مصطفى محمود متجهة إلى ميدان التحرير للمشاركة في مليونية اليوم. احنا دلوقتي يا جماعة معلش جالنا نبأ عاجل بيقول ان نقل رئيس سابق مبارك الى مستشفى المعادي العسكري بعد تدهور صحته. تعالوا نبحث المشهد السياسي خلال اليوم مع الاستاذ الدكتور محمد مجاهد الزيات، رئيس نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك استاذ لبيان. دكتور، احنا حابين خلال الزخم السياسي اللي احنا شايفينه وتضارب التصريحات والمليونيات الموجوده في ميدان التحرير واكثر من هذا بكثير، كيف ترى المشهد السياسي خلال اليوم؟ انا في اعتقادي المشهد السياسي غايه في الارتباك والالتباس. يعني بدا بمبادره حزب الحريه والعداله باعلان فوز مرشحه قبل التاكد من نتائج الانتخابات، وتم الاحتفالات بها دون الانتظار للإعلان الرسمي، وفي اعتقادي أنها كانت بمثابة إما أن يكون هو الفائز أو أن أي تغيير النتيجة ستصبح تزوير. فوضع زاد من حدة الاحتقان المشهد المصري تماما، وضعنا في نظرية صفرية، إما هو أو أن كل شيء مزور، وبالتالي احنا بداية أزمة سياسية حادة لو حدث عكس وهم ما توقعوهم. وذهب الحزب أكثر من ذلك للتضامن فيما يتعلق بالمليونية. بالمناسبة ما فيش مليونيات بتتم، يعني العدد كله ما بيصلش في هذا ما يقال التسمية بتتقال مليونية، لكن يعني هو الخروج كان لأسباب غريبة جدا، انه رفض الاخوان رايحين او الحزب الحرية والعدالة رايح لرفض حل مجلس الشعب، وستة ابريل راح لرفض الاعلان الدستوري. يعني هناك تناقض مصالح، لكن الكل اتفق على ان يذهب للميدان، والكل اتفق ان يذهب ليعلن عن غضبه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه. بس النهارده دكتور احنا شايفين بعض الاعلام غير اعلام مصر خلاف المليونيات السابقه. شفنا اعلام عن حماس وبعض الاعلام الاخرى الدول الاخرى. هي حماس نتيجه الزخم اللي اثارته الاخوان المسلمين. يعني حماس عملت احتفالات اكثر من الاحتفالات التي اجراها حزب الحريه والعداله في مصر، وكان الحدود المصريه انتقلت الى داخل فلسطين. وهو ما يثير علامات الاستفهام، أين حدود الأمن القومي المصري؟ هل ستصبح الأنفاق شوارع وطرق مشروعة ومقننة خلال الفترة القادمة، ولا هتبقى الحدود المصرية على مشارف الأنفاق؟ وهذا السؤال مطروح للرئيس القادم. بالضبط. وهل الرئيس القادم هيسعى لأن يكون حريص على الدولة المصرية، ولا سيسعى لإقامة الأممية وبما تتجاوز بتزوب فيها مصر في الأممية؟ يعني معنى ايه الاممية يا دكتور؟ الاممية الاسلامية، تحدث عن امة اسلامية ولكن لا يتحدث عن امة عربية، ولا يتحدث عن دولة المواطنة المصرية. فاحنا دي كلها علامات استفهام ننتظر رد عليها. يعني الدكتور مصطفى الفي اثار قضية بالامس، هل رئيس الجمهورية سيكون حريص على اسرار الدولة ام ستمرر للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين؟ اذا كان الحريص على الاولوية لمن؟ دي علامات استفهام تثار. اذا الرئيس القادم السؤال له الان، لمن تكون الاولويه؟ لجمهوريه مصر العربيه ام لاخرى؟ ما هو الاخرى دي مش محدده المعالم، لانه لا يوجد يعني اتفاق في المصالح ما بين الدول الامميه. يعني انت لا يمكن ان تجمع البوسنه والهرسك مع ماليزيا مع الصومال مع مصر، لانه الدول تتحد عندما تتفق على التهديدات والمصالح المشتركه، ولا توجد مصالح مشتركه، لكن توجد تناقضات. يعني انا في اقليم يضم دول
التناقضات بينها أكثر من التقاء، يعني في تناقض بيني وبين إيران، بين إيران وتركيا، بين تركيا ومصر، يعني ليست هناك خطوط توافق أكثر من خطوط التناقض. فكيف تتحدث عن صيغ تجمع هذه الدول كلها من بعض؟ عندما يقال هذا يا دكتور يقول لك شوف تجربة الاتحاد الأوروبي، ما الاتحاد الأوروبي دول من خلفيات مختلفة ولغات مختلفة وأعراق مختلفة وتم الاتحاد بينهم. لا، بس الاتحاد الأوروبي بدأ بتوحيد من أول اتفاقية الصلب. الاتحاد الأوروبي اتفق على توحيد اقتصادي، يعني خلق مصالح اقتصادية مشتركة، رأت الدول الاتحاد الأوروبي من مصلحتها أن تتحد. ولعل اللي حتى رغم المدة الطويلة جدا اللي تم فيها الاتحاد، صار الاتحاد الأوروبي التماسك الكيان بتاعه بدأ يهتز النهاردة وبيهتز اقتصاديا، يعني هو بدأ اقتصادي وبيهتز اقتصادي، وهناك حديث عن الخروج، خروج اليونان بالضبط. إذا صعب جدا أنك تلتقي الدول دون مصالح مشتركة واضحة جدا وأهداف واضحة جدا. دكتور، هل ترى أن في تاريخ جديد بيكتب لمصر بعد الرئيس القادم أيا كان؟ أنا أعتقد ذلك. أعتقد أنه من أهم إنجازات ثورة 25 يناير التي لا يراها الناس ليست في سقوط النظام فقط ومغادرة الرئيس مبارك والحزب الوطني وعودة التيار الإسلامي السياسي أو غيره، هذه شواهد، لكن أنا في اعتقادي هو دور الرأي العام في صنع القرار السياسي ودور الشارع المصري في صنع القرار السياسي، وبالتالي أي رئيس جمهورية أيا كان ومن أي خلفية سوف يخضع للرأي العام. يعني أنا أتصور أنه حتى تيار الإخوان المسلمين سيكون أكثر مرونة وسيغير من مما أعلنه مسابقا من أفكار، لأن الواقع سيختلف والضغوط الرأي العام ستدفعه إلى ذلك. يعني عندي نموذج سمحت لي أو كان الوقت يتسع، عندي نموذج بما تم في تركيا. لو شفت حزب العدالة والتنمية في تركيا عندما بدأ مع أربكان كان حزبا متطرفا، وبعد ذلك حزب الفضيلة متطرف أقل، ثم جاء حزب العدالة والتنمية متطرف أقل إلى أن اعتدل. حتى أردوغان 97 غير أردوغان 2002. فعندما يتساءل الناس هنا نحن عاوزين أردوغان، فأنا شخصيا لي سؤال، أي الأردوغانين نحن عاوزينه، أردوغان 97 ولا أردوغان 2002؟ ده بعد ما مارس السلطة ومارس الحكم أصبح أكثر واقعيا، وضعت القيم المثالية التي كان يطالب بها للواقع. إذا تماشى مع طلبات الشعب أو تماشى مع مطالب الشعب. أصل وتركيا كمان فيها أن الجيش هو اللي كان حاكم من فترة، أو بمعنى صح هو قطب في الحكم. وبغض النظر عن دور الجيش، هناك حقيقة عندما جاء أردوغان إلى مصر وقابله بعض التيار الإسلامي السياسي وأنادوا بالخلافة، رد قال له لا، أنا ينادي بالعلمانية، أنا دولة فيها مجتمع إسلامي لكنها دولة علمانية. وده واضح جدا، يعني هو نفسه حتى لو حاول تركيبة المجتمع بتختلف. وبالتالي أنا أتصور أن احنا بنتجه إلى مثل هذا، يصبح الرأي العام حريص على المواطنة أكثر منها على الأفكار المثالية التي تطرحها تنظيمات لها إيديولوجيات. يعني هكذا حضرتك ترى المواطنة، ترى قضية المواطنة القضية الأساسية، أن الإخوان المسلمين أي شكل من الأشكال سيغيرون من تفكيرهم، أو أي إيديولوجية غير الإخوان المسلمين سيغيرون من تفكيرهم طبقا لإيديولوجية الشعب؟ شوف، هذه الدولة المصرية دولة عميقة على مر آلاف السنين، يصعب تغيير هويتها. يعني عندما جاءت الدولة الفاطمية وأنشأت أول دولة شيعية في العالم وكانت في مصر، لم يتغير المسلمين في مصر من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، استحالة، لأن هذه الدولة وسطية. دولة المواطنة قائمة على مر التاريخ، التطرف الذي حدث في السنوات الأخيرة وخلق تناقض بين قطبي الأمة وبين مكونات الأمة وافد، هو وافد على هذا الشعب وبالتالي بيزول. وبالتالي حنعود مرة أخرى، أراد الحاكم أو أرادت التنظيمات الجديدة أو الأحزاب، إلى دولة المواطنة بالدرجة الأولى، لأن هذا هو طبيعة هذه الدولة العميقة. تمام. طب دكتور، أنت شايف خلال السنة ونص اللي فاتت دي مارسنا المواطنة كما يجب بعيدا عن عصر مبارك، إحنا بنتكلم من 25 يناير إلى وقتنا هذا، هل ما مارس المصريين ومارست الحركات السياسية قضية المواطنة كما يجب؟ لا، احنا اعلنا كثيرا جدا وتحدثنا كثيرا عن المواطنة لكننا لن نمارسها. يعني تحدثنا كثيرا، اذا نقول فقط بالضبط، لكن انا باعتقادي ان المرحلة كلها كانت مرتبكة ومتداخلة في بعضها، فما توقفش عند المواطنة بعدها لان معنا ما عملناش حاجة اصلا. يعني احنا لما طرح خريطة الطريق بان يكون الدستور اولا ولا الانتخابات، خرج الناس المتنورين او الحارسين على الوطن وقالوا يعني نقول لا للفكرة دي، خرج الآخرين يقولون نعم، وكأنه وصيغة القصة ليست الحديث عن دستور وانتخابات لكن الحديث عن جنة ونار.
فذهبت الناس، سيق الناس إلى الانتخابات، فحدث الارتباك التي رأيناه. نحن الآن نعود إلى نقطة البداية، لأن يكون لنا رئيس ويكون لنا دستور واضح المعالم ومحدد المعالم. المادة 2 من الدستور لم تشهد خلافا من أي قطبي الأمة أو كل مكونات الأمة، لكن يمكن أن يضاف إليها مادة بأن تبقى الديانات الأخرى أو معتنق الديانات لهم حق الرجوع بالضبط زي ما يعني طلب البابا. هذه لا تحدث، ليست قضية خلاف جذرية في المجتمع، وبالتالي أنا لا أتصور أن الدستور سيكون عليه خلاف سوى في الباب الخامس الخاص بسلطات رئيس الجمهورية. أما باقي المواد التي كانت موجودة في الدستور مواد جيدة ممكن أن تبقى كما هي ويتفق عليها الجميع. سنتكلم عن الإعلان المكمل للدستور في فترة لاحقة، ولكني دعني أسأل حضرتك دلوقتي، ما هي ردود الفعل الخارجية أو دول سواء الجوار أو دول أوروبية وأمريكا لانتخابات الرئاسة وتضارب التصريحات بين كلا المرشحين؟ يعني هو أنا ما عجبنيش تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية اللي انتقدت حكم المحكمة الدستورية العليا، لأنه المفروض أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو حكم القانون وحكم نافذ بالضبط، ولا يصح أن يعني ينتقده هذا التدخل في الشؤون الداخلية. يعني بيدفعني للتساؤل، هل الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة بوصول التيار الإسلامي السياسي للحكم، وبالتالي هي حريصة على أن تبقى الفوضى في مصر؟ لأنها يعني لماذا يعترض على 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 سيادة القانون وهي دول تحترم القانون؟ يطلع النهاردة وزير الخارجية الأمريكي البريطاني نفس الشيء بيعترض، ودي بتصير علامات استفهام. يعني ما هو المقصود؟ يعني عندما جاء كارتر لمراقبة الانتخابات الرسالة الأساسية له أن يقول هل الانتخابات نزيهة أم لا، لكن أنا فوجئت بيه بجتمع بقادة بقادة في مكتب الإرشاد بإخوان المسلمين فقط أو بممثل التيار الإسلامي فقط، ما اجتمعش بناس التانيين، تصيرك علامة استفهام. عندما تخرج الصحافة الأمريكية لتتحدث أن ما يحدث في مصر ليس هو صراع ما بين مرشح لدولة مدنية ودولة دينية، لا ده هو بين ممثل النظام السابق والثورة، يعني أصبح التيار الإخوان المسلمين هو الثورة. فتشير على مثلا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هل ترى أن هناك خطة منظمة لكي تعم الفوضى كما ذكرت كوندوليزا رايز في فترة سابقة أنها تريد شرق أوسط جديد من خلال الفوضى الخلاقة؟ يعني أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن أنا عندي علامات استفهام لا تجد إجابة. يعني عندما جاءت الوفود التي زارت مصر والتقت بممثلي حزب الحرية والعدالة خرجوا، وعليك أن ترى التصريحات التي طرحوها في الولايات المتحدة وليست هنا. جون ماكين والوفد اللي جاي من الكونجرس كان بيأكد على حاجة، لما تحاورنا مع التيارات السياسية في مصر أكدنا على 3 نقاط، وأكدوا لنا هذه الـ3 نقاط، أنه لا مساس باتفاقية السلام مع إسرائيل، لا مساس بحقوق الأقليات، لا مساس باقتصادات السوق. يعني دي المصالح الأمريكية، فأيا كان النظام القادم طالما حافظ على النقاط الثلاثة لا يعنيه من يكون، لأنه كانوا ما بيعترضوش على حكم في ميانمار رغم أنه كانوا حكم عسكري وديكتاتوري، لأن الحكم في ميانمار لو تغير حتتغير المصالح الأمريكية الصينية. يعني أينما توجد المصالح هناك توازن معين بين المصالح تريده الولايات المتحدة بغض النظر عن الحاكم أيا كان بالضبط. فده فيما يتعلق بالموقف الدولي بيمارسوا ضغوط النهاردة على المجلس العسكري، أنا مش شايفها يعني ملهاش مبرر، وشايف ان حد يعني اتصال من وزير الدفاع للمشير طنطاوي ويتساءل فيه عن متى سيسلم السلطة، تدخل سافر جدا في الشؤون الداخلية بلا مبرر له. يعني العلاقة دي انتهت، علاقة الإملاء بتاعته انتهت، ما عادتش موجودة بالصورة الأولى. حتى نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم مش في مصر بيتراجع، يعني هو ده النظام القطبية الواحدة بيتأثر وبيتغير. يعني فلماذا مثل هذه الممارسات؟ اما سؤال سألتك على الاقليم نفسه بتاثر بنظرته ازاي، النظره مختلفه ما بين ايران على سبيل المثال وبين تركيا وبين اسرائيل، 3 لاعبين اساسيين في الاقليم، 3 دول حاطين عينيهم دايما على مصر بالتأكيد. حتى احتمال زاد الموضوع ده بعد الثوره جامد بالظبط، لان احنا كان عندك الاقليم فيه 4 لاعبين اساسيين اذا حددناها بالمنطقه الشرق الاوسط، ويمكن ان تضيف لها اثيوبيا كلاعب ايضا لانه بيلعب في منطقه لها مصالح تمثل مصالح الامن القومي المصري، واثيوبيا دوله كبيره وللاسف لم نعد نصيغ معها العلاقه من يوم ان تراجع دور الكنيسه في اثيوبيا، تراجع دور النفوذ المصري ايضا في اثيوبيا، وده كان دور حيوي جدا تمارسه الكنيسه لصالح الامن القومي المصري في اثيوبيا بالتحديد وفي قبل انفصال اريتريا منه. فنيجي للـ3 لاعبين الاساسيين، اسرائيل وتركيا وايران.
تركيا هي الكاسب الأكبر، لأن تركيا على علاقة وثيقة جدا مع قوى الإسلام السياسي الموجود في مصر والمنطقة وترعاها، وبالتالي هناك علاقة قوية معها، وأتصور أنها بتستفيد منها. وليس هذا فقط، فهي بترعى المعارضة الإسلامية والمعارضة المختلفة في سوريا، وهي اللي بتأويهم في تركيا. فتركيا تمارس دور اتسعت مساحته خلال هذه الفترة، وعين على التغيير الذي سيتم في مصر سيكون شكله ايه، لان ممكن تقيم محور مع مصر مستقبلا. ايران مختلفة، ايران تصورت انه ما حدث في مصر سيزيد مساحة الحركة الايرانية وتستفيد منها، لكن اللي حادث انه اصبح في عاملين توازن، اي تحسن العلاقات مع ايران هيكون على حساب العلاقات مع دول الخليج، والأولوية لدول الخليج من حيث العمالة ومن حيث الاستثمارات ومن حيث المساعدات والجوار بالضبط. فدي بتحد شوية من الاندفاع ناحية إيران، رغم أن إيران بذلت مجهود كبير وطائرات عمالة تاخد وفود كل يوم، وصحفيين راحين ويرجع الصحفيين يكتبوا تاني عن إيران اللي ما كانوش عارفينها، وأسر الشهداء تاخدهم طيارة من السويس لحد هناك ويمنحوا هدايا، يعني ممارسة غريبة جدا وما يسمى بالحسينات الشيعية. طبعا أنا هستأذن حضرتك بس عشان عاجل معانا على الشاشة توقف قلب الرئيس السابق مبارك وإخضاعه لجهاز النبضات الكهربائية. توقف قلب الرئيس السابق مبارك وإخضاعه للصدمات الكهربائية. أنا آسف يا دكتور. اتفضل. اتفضل. لا ده خبر يعني خطير ومهم. فأنا قصدي أقول الإقليم ما زال يتشكل وبيتشكل في الغياب المصري. وإحنا نحن منشغلين حتى الآن بمرسي وشفيه. نحن منشغلين بالمشاكل الداخلية وننسى من ينظر إلينا بفرعيات المشاكل الداخلية. أنا النهاردة المرور كان واقف على طريق الدائري، فدخلنا من حواري عشان نمشي. العشوائيات مش خارج القاهرة، العشوائيات في عمق القاهرة. بقول للرئيس اللي جاي العمال يكلمني، عمالين يتكلموا عن حاجات غريبة جدا. 63 منطقة عشوائية داخل القاهرة يا دكتور. اللي داخل بقى بالعمق عمال أقول ده هيصلحها إزاي؟ ده أنا داخل على أزمة اقتصادية في منتهى الصعوبة، في وجه أزمة اقتصادية في العالم كله. يعني أنت مش داخل أزمتك أنت لوحدك، ده الاتحاد الأوروبي في أزمة، والولايات المتحدة في أزمة، العالم كله. وروسيا أعلنت، بوتين أعلن أول أمس أنه داخل في أزمة، يعني أنت مش هتلاقي مساعدة من بره، في ظل احتقان في علاقتك مع دول الخليج. فيعني الرئيس القادم مرحبا به أيا كان شكله، وهنستنى ربنا يكون في عونه، أو ربنا يكون في عونه مليون مرة. دكتور حضرتك شايف هل الوعي عند الشعب المصري زاد بعد ثورة 25 يناير، أما أن هناك بعض الوعي عند النخبة، أما الغير مثقفين ينساقوا لمن يريد أن يعطيهم بعض الشعارات؟ وشوف هو الوعي السياسي زاد، أو ممارسة السياسة حصلت، أصبح الجميع يتحدث في السياسة، لكن حدث الإعلام أخذ الناس وما يسمى بالنخبة سرقوا الثورة ووجهوا الناس توجيهات حدث التناقض، لدرجة ان الناس بتشعر بالحيرة ويقولك احنا رايحين فين، لانه البرامج التوك شو والحديث الاعلامي بقى ياخدنا في اتجاهات متناقضة. والغريب انك تسمع مثلا في اختلاف القانوني خبراء دستوريين يقولك مواقف متناقضة 100%، يعني شيوخ القضاء يحدثونك عن امور بديهية لا يصح. لما يشوف احد شيوخ القضاء يقولك حكم المحكمة الدستورية العليا لا يصح انها تحل مجلس الشعب، واللي يحل يفصل في مجلس الشعب هي محكمة النقد، يعني لا يمكن يكون صادق في اللي بيقوله، لأن محكمة النقد بتبحث في صحة العضوية، يعني الأصوات مظبوطة، وهو أول واحد يدرك ذلك، وبينتقل كلامه إلى العامة، فتقول لك ده فلان قال، فبقى عندنا حاجة. طبعا ما هو أي كلمة مصدرها من قالها. فبقى عندنا حاجة تانية أنا بسميها عدالة الشوارع، يعني مش أو قانون الشوارع، العدالة الموجودة والقوانين الموجودة اللي بيقولها الكبار ويفصلوها لنا تفصيلات خطأ تنتقل إلى العامة، فيطلع واحد يقول لك المحكمة الدستورية غلطانة، احنا هنروح يطلع واحد عضو مجلس الشعب، احنا هنروح المجلس ولو ما اتفتحش هنلجأ للنيابة، تلجأ للنيابة على المحكمة الدستورية، يعني أمور غريبة جدا. أكثر من ذلك قيل أنهم سيلجأون إلى البرلمان الأوروبي. لا اتفرج، أو واحد يقول لك أكلم المحكمة الجنائية الدولية. انا مش موقع المحكمه البرنامج القانون الاساسي، وحكم الدستوريه نافذ ولا رجوع فيه. المحكمه اصدرت منذ انشائها 4300 حكم، لم يعترض على حكم واحد. هو مفروض مش مفروض يا دكتور نعترض على حكم القضاء؟ لا، وفي المحكمه يقول لك المحكمه ما حلتش مجلس الشعب، المحكمه اصدرت عدم دستورية بعض المواد القانون اللي شكل عليه، اللي حل مجلس الشعب السلطه التنفيذيه. بالظبط. فيقول لك استاذن حضرتك فضل. هناخد مكالمه من الدكتوره امال وارجع لحضرتك تاني. اتفضل. دكتوره امال مساء الخير. مساء النور.
مساء النور لحضرتك ولضيفك العزيز. أنا معلش أنا نفسي كنت أتصل بحضرتك عشان أبعت رسالة شكر للمشير طنطاوي وللجيش، للجيش اللي هو واقف يحمينا، والقضاء المحترم المصري اللي أحسن قضاء في العالم كله. إحنا واقفين منهاجمين، منهاجم نفسنا. أمريكا دلوقتي إذا على رأي ضيف حضرتك العزيز المحترم بيقول بتتدخل وتتصل بمشير طنطاوي، هل إحنا نقدر نتصل بأمامة أو وزير الدفاع الأمريكي بتاعه؟ إذا إحنا هنا تحت مخطط، تحت مخطط فعلا. الكلام اللي اتقال من كونداليزا رايس زمان بيتنفذ دلوقتي. إحنا لازم ننور ونتفتح عشان بلدنا تبقى هي مصر الحضارة 7000 سنة. وأنا بشكر مشير طنطاوي وبشكر كل الفريق العسكري اللي معاه إنه حافظ على الثورة وحافظ علينا، بدل ما نمشي وندي لهم وردة نقول لهم شكرا نعمل كده. متشكرين ليكي ولروحك يا دكتورة. أنا بحب مصر، أنا بحب مصر. متشكر جدا. معانا الأستاذ جابر من سوهاج. أستاذ جابر السلام عليكم. السلام، اتفضل. أنا بصراحة بنحيي الأستاذ الفاضل كتير كتير جدا، يعني بصراحه الكلام اللي بيقوله كلام منطقي وكلام جميل. بصراحه كتر خير القضاء المصري وكتر خير الجيش المصري وكتر خير القاده العسكريين اللي هم متحملين الشعب، الناس اللي هي ما فهماش مصلحه الوطن، فهماش حق وحبيبي، يعني على الضغوط. هل هم الناس اللي هي عايزه تخرب البلد دي؟ عايزه مصر تبقى زي ليبيا، عايزه تبقى مصر زي العراق، عايزه تبقى مصر زي ليبيا. فين الانتماء؟ اشكرك يا استاذ جابر، احنا متشكرين جدا. اعتقد يا دكتور احنا كنا لسه بنتكلم عن الوعي فاعتقد ان اتصال من القاهره المنصوره واتصال من سوهاج فاعتقد ان الوعي ابتدى يزيد عند الشعب المصري، يعني وفي ناس كتيره ابتدت تفهم ان المجلس العسكري تعب خلال السنه ونص اللي فاتت بالزبط. في اداره شؤون البلاد بالزبط. وان القضاء ده لا يجب الاعتراض عليه باي شكل. هو اذا احنا يعني انا اللي بيوقفني ان احنا بدانا بضرب الشرطه، كانت في ممارسات متجاوز فيها في حق الناس من الشرطه وفي اخطاء رهيبه من الشرطه، لكن بيتم التقويم، يعني يتم تقويم الشرطه، لكن ما هدمش الشرطه، لان من بهدم الشرطه بهدم هيبه الدوله نفسها، وصعب جدا ان تعود الهيبه مره اخرى. يعني النهارده ولو عادت ستعود بعد فتره طويله، والعضو الشرطه نفسه يبقى عنده صعوبه جدا في انه يمارس مهامه، بيخاف طبعا. لما اجي بعد كده واحاول اهدم القضاء، ما الذي يتبقى في الدولة وبعدها أهدم القوات المسلحة؟ يعني الأجهزة الأساسية الحامية للدولة المصرية العميقة أهدمها، وبعد كده يبقى في إيه؟ لما أهدم مؤسسات الدولة. يعني القضاء كان المفروض ألا يتم التدخل فيه، لكن تم التدخل فيه من مجلس الشعب نفسه. يعني المجلس كان بصدد إصدار قوانين خاصة بالبنك المركزي إعادة التشكيل، وخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. دكتور، الشعب خلال الفترة اللي جاية بيريد ايه من الرئيس القادم ايا كان؟ يعني اللي هيجيبه لنا الصندوق هنقول شكرا تمام. هو ده رئيس مصر القادم تمام. الرئيس لكل المصريين بغض النظر عن انتماءاته فماذا يريد الشعب المصري كله؟ ام ان الرئيس القادم سيكون للذين انتخبوه فقط؟ لا، ما يقدرش يكون اللي انتخبوه، لانه هو ما فازش غير بنصف القوة التصويتية، وخصمه فاز بنصف القوة التانية. يعني هو في شبه تعادل، في توازن، في شبه تعادل، وفي نص الشعب نفسه ما راحش. يعني احنا بنتكلم في 23 مليون صوتوا 12 مليون لدوت و12 مليون ومليون بيلعب بين الاثنين بالظبط. فاحنا بنتكلم تقريبا بالظبط، يعني نسبه متساويه تقريبا تطلع او تنزل شويه بالظبط، تقريبا متعادلين. يعني هو صعوبته ان مطلوب منه الشعب، منه اي الشعب سقف تطلعاته عاليه، مش بس سياسه، لكن هو عاوز في متطلعات فئويه كبيره. في عندنا أزمة إسكان، عندي أزمة صحة، عندي أزمة مواصلات، عندي أزمة تعليم، كل ده كيف سمارس؟ والحقيقة هو رئيس الجمهورية مش هيمارس الأمور دي لوحده، أنا هيكون عندي برلمان وعندي حكومة ثم عندي منظمات مجتمع مدني. المشكلة يا دكتور إن إحنا الرئيس القادم سيكون بلا برلمان أو حكومة لمدة 6 شهور. ما هي دي دي المعضلة، خلال ال6 شهور دي هيعمل إيه؟ أنا لا أتصور إنه هيقدر يعمل حاجة، لأنه ما عندوش الأدوات اللي يعمل بيها. يعني أنا لا أتصور أن رئيس الجمهورية سينجز شيء، هيعطينا وعودا كاذبة لكنه لا يملك. مشروعاته الاقتصادية اللي طرحت خلال الانتخابات كلها مشروعات وهمية في تقديري، لأنه لم يذكر لنا اللي طرح المشروعات مصادر التمويل. الميزانية بتاعتي بترجع، الاحتياط الأجنبي بيتراجع، هتمول إزاي هذه المشاريع؟
يعني ان واحد يقول لي انا هحول اللي هوفر 200 مليار دولار الصبح للتمويل منين؟ يعني اذا كنت انا مش اخد القرض 3 مليار من صندوق النقد لانه شروطه يعني مجحفه جدا، وبقول لك عديها لك على مرات متعدده على دفعات عم اشوف الانجاز بيتم شكله ازاي. فانا اعتقد انه الملف الاقتصادي هو الملف الاول اللي هيحاسب عليه رئيس الجمهوريه، وهو الملف الصعب لانه عاوز يوفر له مصادر تمويل. دي الجزئيه الاولى. النقطه الثانيه التطلعات الفئويه اللي انتظروا الناس السنه ونص على اعتبار انه يغطيها، المرتبات والمعاشات والحد الادنى للاجور، والناس اللي غير مثبته واللي بيشتغلوا بمرتبات في منتهى التفاهه. يعني انا ذهلت لما عرفت ان مؤسسه الطاقه الذريه بيشتغل فيها خريجي كليات العلوم اللي جايبين تقدير جيد جدا باليوميه، واليوميه ب 8 جنيه. خريج كليات العلوم والزراعه والهندسه؟ ده لا ده ده بياخد 8 جنيه في اليوم. انا متاكد من يعني الرقم ده. 8 جنيه في اليوم في 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 مؤسسه الطاقه الذريه، وعشان ما ياخدش ايام الجمعه باليوميه عشان ما ياخدش العطلات. هل هذا كلام؟ يعني فدي هيقابل مشاكل صعبه جدا. والسؤال هو الوعود البراقه اللي اعطيت، عندك مصادر تمويل تثبت الناس غير المثبتين، ده درجه اولى ومش هيسكتوا. اللي استنوا الناس قبل يجي الرئيس مش هيستنوا بكره، انت قدامك شهر وهتلاقي الناس بتقول له فين، فهتبقى مشكله معضله كبيره لرئيس الجمهوريه. هناخد تليفون من هاجر يا دكتور وهنرجع تاني للاسئله بتاعتنا. الاستاذه هاجر بورسعيد. الو مساء الخير يا فندم. اولا يا فندم بحب اوجه شكر استاذ مجاهد في حضرتك دكتور مجاهد، دكتور محمد دكتور مجاهد ازيك؟ دكتور مجاهد معلش انا اسف، كنت بوجه شكر للبرنامج. انا كنت عايز اتكلم حضرتك في نقطه، انا عايز اعرف ليه الاعلام، ليه الهجوم الشارف على الاخوان والدكتور محمد مرسي، وليه كده كل واحد بيحاول يشوه صوره الاخوان ان هم هيدخلوا حماس وان هو هيبيع شركه قناه السويس وان هو هيدخل فلسطين، ليه الكلام ده؟ احنا بنقدر البلاء بلقوعه. حضرتك بتتكلم من شويه، احنا متشكرين، هو احنا ما قلناش الكلام ده خالص. لا والرد بس احنا الدكتور هيرد على حضرتك. اكمل كلامي، حضرتك كنت بتتكلم بتقول ان احنا داخلين على مرحله عصيبه، يبقى لازم نقف جنب الرئيس الجديد اللي طيب يا فندم الدكتور عندنا منتخب ومنتخب. دكتور محمد مجاهد الزيات هيرد على حضرتك. اشكرك للمداخله دكتور محمد. هي بتتكلم على بعض وسائل الاعلام تمام التي كما تقول تشوه الاخوان. تمام. الاستاذه هاجر ربما فهمت من كلامنا ان في بعض التحامل. انا هوضح الموقف اللي نقصده. انا لما بتكلم على حماس بقول ان حماس عملت احتفالات ضخمه جدا بتوقع نجاح الدكتور محمد مرسي. حركه حماس بتعلن انها المنظمه الجهاديه لتنظيم الاخوان المسلمين، وبالتالي انا بقول اخشى ان حماس تورطنا في قضية أو في إثارة مشاكل مع إسرائيل في هذا التوقيت ربما نحن لسنا مستعدين له. القضية الفلسطينية على عيننا ورأسنا، لكن القضية المصرية لها الأولوية، هذا ما نعنيه. وفي نفس الوقت اللي احتفلت حركة حماس وجهت صواريخ إلى قاعدة عسكرية في داخل إسرائيل، فحترد عليها إسرائيل وحنصبح في موقف حرج، هذا ما نعنيه عندما نقول أن الأمن القومي المصري أولوية أولى على الأمن الآخر. احنا ما قلناش ان احنا بنعارض الحركة وقلقانين، وما قلناش ان الاخوان المسلمين بتقول هاجر قناة السويس، احنا ما قلناش هذا الكلام. احنا بنقول الوعود اللي اتقالت من المرشحين الاثنين اتكلمت على حلول اقتصادية لم تطرح مصادر التمويل الخاصة بها. وعندما نتكلم على رئيس نقصد الاثنين المرشحين، واعطونا وعود. لم نذكر اسماء يا دكتور من بدايه الحلقه. اعطونا وعود ولم يوفروا مصادر تمويل. اللي هقول اللي هيجيب 200 مليار واللي هيجيب 100 من اين؟ احنا مش قادرين نجيب 3 مليار. الرصيد الاجنبي العمله الاجنبيه وصل ل 15 مليار دولار، ودي ماساه كبيره جدا، ده اللي نعنيه. لكن احنا لا نتحامل على حد، وايا كان الرئيس القادم احنا بنقول كان الله في عونه وسنقبله باي شكل من الاشكال. هنقبله اولا، لكن احنا بنقول انه هيواجه مرحله صعبه للغايه، مش لانه هو سين او صاد، لان هي طبيعه البلد وظروفها كده. دكتور هنرجع للرئيس القادم، هل سيستطيع الرئيس القادم ارساء قواعد الديمقراطيه او طمأنينة الشعب الذي قام بثورة 25 يناير لطلب الديمقراطية في البداية ثم طلب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، هل سيستطيع خلال فترة قصيرة طمأنة الشعب كله؟ يعني أعتقد أنه لا رجعة عن أن تصبح الدولة دولة ديمقراطية، ولا يملك رئيس الجمهورية التراجع عن ذلك، لأنه الشعب كله يتمسك بهذا. لكن لن تصلح أو مش هتدفع تبقى فيه ديمقراطية من غير توفير لقمة العيش، يعني دي ما تنفعش مع دي. كانت منادات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية. بالظبط، وكان زمان عبد الناصر بيقول في الطرح اللي طرح زمان كان بيقول لا حرية سياسية بدون حرية اجتماعية، يعني بدون من لا يملك قوته لا يملك حريته. واحنا رجعنا للفترة دي، يعني ما تقوليش النهاردة إن العامل اللي مش لاقي شغل
واللي قاعد في منطقه عشوائيه تقول له انا ما تسالش عن الاكل دلوقتي وعلى السكن، احمد ربنا ان في انتخابات حره يعني. زي موضوع ماري انطوانيتا ما قالت الشعب المصري ياكل عيش. انا رايح الانتخابات الحره وبايد الدكتور مرسي او الفريق شفيق او ايا كان مرشح قبل كده، حمدين صباحي او الدكتور الفتوح، بايده على امل انه سيغير من وضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي كنت اعاني منه. فاذا لم يعني لا حاجه تليه بالديمقراطيه ساعتها اذا ما وفرتليش العلال. المشكله كلها في الوقت يا دكتور. هو هيقدر يرسي هذه القواعد خلال قد ايه؟ مش مطلوب انه يرسيها بسرعه، مطلوب انه يحافظ على درجه تقدميه. احنا عملنا انتخابات نزيهه الى حد كبير، مفروض ان نحافظ على زخم هذه الانتخابات. مش الديمقراطيه ما هيش بس صناديق انتخابات او اجراءات، الديمقراطيه عباره عن قيم ترسى في المجتمع وثقافه اللي هي ثقافه الديمقراطيه وقبول الاخر والمواطنه. كل دي عناصر من عناصر الديمقراطيه اللي علينا ان نرسيها، وليس لن يقوم بها الرئيس وحده ايا كان الرئيس، حتى لو كان دكتور مرسي وراه كل زخم الاخوان المسلمين، لكن لابد من الشعب كله والقوى السياسيه ان تسانده. اكيد دكتور. احنا في يعني من امبارح في سجال سياسي كبير عشان اعلان الدستور المكمل. هل حضرتك ترى ان الاعلان الدستور المكمل الذي صدر من القوات المسلحه، في ناس كتير بتقول ان هو يقود صلاحيات رئيس الجمهوريه القادم ايا كان، فهل سيكون هناك فارق بين الدكتور احمد شفيق لو كسب او الدكتور محمد مرسي لو كسب؟ لا اعتقد. هو انت كنت في مأزق وفي موقف حرج خاص بالمجلس العسكري، كان لابد ان يصدروا في هذا التوقيت. وناس يقول لك ليه ما استناش اصداره، لانه لو استنى بيطلع رئيس الجمهوريه بيبقى مش من حقه يصدر هذا الاعلان الدستوري المكمل. وكل القوى السياسيه لو تلاحظ طالبت المجلس العسكري باصداره، لان كان قدامك عده. ليه هذه المظاهرات؟ انا مش عارف، في عده علامات استفهام كانت بتقول اين كيف يؤدي الرئيس الجمهوريه القادم اليمين القانوني، والاعلان الدستوري غطى هذه انه يؤدي اليمين الدستوري بالتحديد. طيب المحكمه الدستوريه العليا اقرت حكمت بعدم دستوريه قانون ادى في النهايه لحل مجلس الشعب. من يتولى السلطه التشريعيه؟ لا يمكن حسب الناس بتتصور يقول لك انا اتولاها رئيس الجمهوريه، لا يمكن ان يتولاها رئيس الجمهوريه لان في فصل بين السلطات، فلا يمكن متولي السلطه التنفيذيه يتولى السلطه التشريعيه. فكان لابد ان يحدد هذا البيان بهذا الشكل، يعني كان لابد ان يصدر مثل هذا الاعلان الدستوري. والاعلان سوره انه هيصدر، لكن لماذا يحدث الان؟ انا في اعتقادي ان اللي خارج الميدان ما بيتكلمش على الاعلان الدستوري ده، هو بياخد الاعلان الدستوري مبررا لموقف مسبق منذ البدايه ضد المجلس العسكري. يعني ده قضيه اساسيه عنده، بس انا بدور على الغطى المبرر. يعني انا بدور على حاجه قشره كده. فالذين خرجوا للميدان لديهم وجهات نظر مختلفه تتحد جميعها حول قضية قدمها لهم المجلس العسكري واسمها الإعلان الدستوري. يعني إذا لم يكن الإعلان الدستوري موجود كان هيخرجوا لقضية أخرى، يعني كان هتطلع يعني. بس إحنا بندور على المبرر. وذلك يتقال لو إن المجلس العسكري أصدر هذا الإعلان الدستوري من البداية من فترة طويلة ما كانش عملت، لكن أصوجه في نفس التوقيت اللي صدر فيه القانون بتاع الضبطية القضائية مع المحكمة الدستورية العليا مع العزل، فبدأت كأنها زحمة. وما قبل ذلك الحكم على مبارك. بالزبط. احنا بقالنا دلوقتي فترة احكام بالزبط. وقوانين واصدارات، عملت ما يسمى بالقصف المركز. دفع. كأن دفع. قصف مدفعية دفع. فدي اثارت الفزع عند الناس. هناخد تليفون من الاستاذ سامي عبد السميع محمد من القاهرة. استاذ سامي مساء الخير. الو مساء الخير يا استاذ سامي، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. اشكرك. انا طبعا باكد على كلام السيد الفاضل بخصوص الاعلان الدستوري المكمل، بس احنا دايما مشكلتنا ان احنا دايما بنبقى متاخرين عن الشارع 3 أو 4 أيام او اسبوع، فلو كان ده صدر قبل كده، والحمد لله ان صدر قبل نتيجه الانتخابات برضه، والا كان هيتقال انه متفصل على رئيس الجمهوريه اللي جاي. بصفه عامه في ظل الاعلان الدستوري المكمل اللي ظهر ده اللي بيسحب صلاحيات كتير قوي من رئيس الجمهوريه، احنا قدامنا حاجه من اتنين. اما انه يتلغي وتبقى تنتقل الصلاحيات لرئيس الجمهوريه كامله، بس في حاله عدم الغائه هنبقى تحولنا لدوله عسكريه بشكل بحت، ونبقى تحولنا من نظام مبارك لنظام اسوأ شويه. لو السلطات اتنقلت لرئيس الجمهوريه كامله هيبقى النظام اسوأ مضاعف، لان هنبقى عملنا ثوره عشان يطلع لنا مبارك بدأ. ما يعني عشان نكون صرحة يعني الحل في حضرتك الغاء الاعلان الدستوري المكمل. يعني برضو انا شايف انه في مكانه، علشان يعني فكر الجماعه، اصله فكر جماعه الاخوان المسلمين صعب،
صعب جدا وما يتناسبش مع الشعب المصري. متشكرين يا استاذ سامي، سعدنا بيك، اتفضل. دكتور، هل ترى ان الرئيس القادم بلا صلاحيات طبقا للان دستور المكمل؟ لا وعنده صلاحيات كامله، بس هو المشكله احنا بنتكلم في كام؟ بنتكلم في 3 شهور، يعني القضيه كلها قضيه حتى يتم اعداد الدستور الذي سيحدد الى سنوات طويله صلاحيات رئيس الجمهوريه وصلاحيات كل قطاع السلطات الموجوده، ويؤدي الى فصل السلطات. القضيه كلها قضيه 3 شهور، يعني رئيس الجمهوريه من حقه انه هيرأس مجلس الدفاع الوطني، رئيس الجمهوريه هيكلف رئيس الحكومه بتشكيل الحكومه وسيصدق عليها، رئيس الجمهوريه سيحدد ملامح السياسه الخارجيه للدوله، كل هذه الامور ستتم. ومن صلاحيات رئيس الجمهوريه، يعني ماذا سحب من رئيس الجمهوريه من سلطات؟ ان هو الميزانيه كما هو معروف للسلطه التشريعيه، السلطه التشريعيه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. الناس بتقلق من انه استمرار المجلس الاعلى في الصوره وفي صنع القرار بينتقص من قدر رئيس الجمهوريه. كما قال المنتصر العزيز ان المجلس العسكري يريد ان يبقى، هو الشواهد والاجراءات اللي بيعملها المجلس بتدفع الناس لذلك. هو قال عباره ظريفه الاستاذ سامي، ان احنا متاخرين، مش متاخرين وبس، متاخرين ومحتاجين تفسير لكل خطوه اكثر وضوح عشان الناس تفهمه. يعني لماذا اصدرت الاعلان الدستوري؟ كان المفروض القوى السياسيه اللي طلبت بدء يتم اعلام، احنا هنطلع اعلان بهدف كذا في الاول، ويطرح على الناس تتكلم عشان تبقى الناس عارفه ليه، ويصدر من فتره، ما احنا بقالنا فتره طويله واقفين في الاعلان في اللجنه التاسيسيه، كان يطلع من اسبوعين، من 3، من شهر. هو طبعا بعد فشل الجمعيه التاسيسيه الاولى لصياغه الدستور، بعض الاحزاب طلبت باعلان الدستور المكمل. هو نفس القوى السياسيه، لو تيجي للقانون، ما دي ماساه كبيره احنا بنعانيها. القانون بتاع الانتخابات اللي ادى لحل مجلس الشعب، عندما طرح في البدايه طرحت الانتخابات على 50%، لا ده بالقوائم الفرديه، ده بالقوائم الفرديه في البدايه خالص، فضغطت كل الاحزاب اللي بتعترض النهارده ان تبقى، قال لك الفلول هيرجعوا بالفردي، فاحنا عاوزينها بالقوائم، فبقت 50-50، اعترضوا، انتهى التلتين والتلت. قال لك بالخمسين برضه هيجي منهم نسبه مؤثره، فخليها التلتين والتلت. رجعوا تاني وقال لا، ما تسيبش التلت فردي لحسن هيجوا، فخد التلت كمان تزاحم فيه. يعني من ساعة ما بدأت انت عارف ان القانون غير دستوري لانه له سابقة سنة 97، فانت بدأته في الاخر بترجع تلوم نفسك، ما هو القوى السياسية اللي بتضغط. طب دكتور، تعالى نشوف تقرير من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن الانتهاكات في العملية الانتخابية، ونرجع لحضرتك تاني. في اطار اختيار الرئيس المصري، دعت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي صباح اليوم إلى مؤتمر صحفي أقيم بإحدى قاعات فنادق القاهرة، وذلك لعرض التقرير المبدئي لمراقبة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي جمعية أهلية غير حكومية تعمل في مجال مراقبة الانتخابات منذ عام 2004. بدأت مراقبة الفعاليات الانتخابية المصرية بدءا من استفتاء تعديل المادة 76 الدستور عام 2005، ومرورا بالانتخابات الرئاسية 2005 والانتخابات البرلمانية وانتخابات الشعب والشورى والمحليات. تضمن المؤتمر مؤشرات العملية الانتخابية وإجمالي التجاوزات والانتهاكات التي شابت عملية التصويت في اللجان خلال يومي الإعادة. في واقع الامر في البدايه، بس احنا بنحب نوضح مساله مهمه. احنا كان عندنا حوالي 2200 مراقب، منهم 1984 مراقب تمكنوا من الحصول على تصريح من اللجنه العليا للانتخابات. كنا نراقب فقط اجمالي 15% من مراكز الاقتراع، وبالتالي نحن نصدر تقييما طبقا لحجم هذه المراكز التي كنا نقوم بمراقبتها، وبالتالي نحن نقدم مؤشرات أولية للمجمل العام للعملية الانتخابية، ولا نقدم حكما نهائيا لمجمل العملية الانتخابية. يذكر أن عدد مراقبي الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي يبلغ عددهم 2200 مراقب في كافة المدن والمحافظات المصرية. الجمعية المصرية حصلت من خلال رسائل الاس ام اس على 11688 انتهاك. اللي يمكن اديني اديك احصائية سريعة جدا عن تقسيم الانتهاكات دي، احنا حصلنا على 2891 تقرير خاص بفتح اللجان، حصلنا على 3566 تقرير خاص بإجراءات التصويت ومعدل المشاركة، حصلنا على 3545 تقرير خاص بغلق اللجان،
517 تقرير خاص بعملية الفرز، 560 تقرير خاص بنتيجة الفرز، 499 تقرير انتهاكات خطيرة. من أكثر المحافظات اللي حصل فيها انتهاكات كانت محافظة الغربية، حصل فيها عنف بأعداد كبيرة أمام مراكز الاقتراع ومشاحنات، كذلك محافظة قنا ومحافظة سوهاج. قامت الجمعية بتطوير وسائل مراقبتها عبر وسائل الإعلام الجديد كالخرائط الإلكترونية ورسائل SMS والفيديو وقواعد البيانات الإلكترونية. احنا استخدمنا تكنولوجيا الخرائط التفاعلية، وهي تكنولوجيا حديثة بتعتمد على فكرة انه المراقبين بتوعنا قدام اللجان بيبعتوا SMS تنزل عندنا اوتوماتيك على خريطة مصر بالاماكن اللي حصلت فيها الاحداث اللي هما بيبعتوها اوتوماتيك، يعني بدون تدخل من حد. والتكنولوجيا دي بتعتمد بشكل رائع على انه التدخل البشري مش موجود. احنا رصدنا من اول العملية الانتخابية خالص حوالي 17,000 تقرير، وفي الاعادة 13,000 تقرير وصلونا، اغلبهم تقارير ايجابية. التقارير السلبية او الانتهاكات الخطيرة اللي حصلت كانت في تأثير على ناخبين او شراء اصوات، ودي كانت في محافظات برضو في الصعيد وفي اسكندرية وواجه بحري وكده. شهدت مرحلة الاعادة معركة شرسة بين مرشحين كل منهما يسعى إلى تأكيد تفوقه فور انتهاء عملية التصويت اعتمادا على قاعدة مندوبية باللجان الفرعية. فعلينا جميعا أن نحترم النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية، وندعو جميعا لمصر ورئيسها. إبراهيم عزت، نبض مصر. أعزائي المشاهدين، عدنا بعد التقرير، رجعنا تاني لموضوع الانتخابات يا دكتور. وهستأذن حضرتك، هسأل حضرتك تقييم حضرتك الفعلي لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. يعني هو الانتخابات إلى حد ما ولا حد كبير كانت نزيهة. التقارير اللي تحدثت عن تجاوزات أعتقد أن هي يعني في الإطار المشروع، وبيتم من شدة الحماس بين أنصار المرشحين. الحديث عن شراء أصوات يعني أنا أعتقد أنها أمور مبالغة من أنصار الحملتين، يعني من بساعة بداية بدأ الحديث على كل طرف يتهم الآخر بشراء الأصوات. تدخلت فيها الأمور الإيديولوجية مع الأنصار من أحزاب أخرى وأحزاب غابت عن الساحة، كلها كانت موجودة، لكن إلى حد كبير الانتخابات كانت نزيهة وكانت فيها شفافية. ده أمر طبيعي جدا، وأعتقد أن دي شهادة لمصر بالدرجة الأولى أنها نجحت في أنها تجري انتخابات نزيهة لم تشهدها من قبل. لكن دكتور، موضوع تسويد الدفاتر اللي احنا سمعنا عنها لا وصلت 13 محافظة قبل التسويد، هي وصلتنا لحالة من الاستقطاب السياسي حاد، يعني تفاعل انفعال شديد ونوع من الاستقطاب، إما أو يعني أبيض أو أسود، وبصورة حادة جدا ما كانتش موجودة في الانتخابات الأولى. عملية التسويد دي عملية خطيرة جدا، وأعتقد أنه لازم يفصل فيها ونسمع فيها وضوح اللي أجروا العملية، هل وصلت لحد فين؟ لأنه كان في كلام خطير جدا إن في البعض بيتعمد يعني يجي اللجنة دي مثلا يعرف أنا محسوبة للدكتور محمد مرسي، فأنا أعمل أمور غلط تقوم تاخد قرار بإنك تمنع تلغي الصندوق بأكمله، أو إن يكون اللجنة دي لأحمد شفيق فتعمل إجراءات مخالفة فيتلغي الصندوق. دي نوع من المباريات بتعملها الحملات ضد بعضها عشان يعني افشل صندوق او يعني افسد صندوق مضمون للطرف الاخر. يعني اعتقد دي امور برضو تحت سيطرة، وعدد الاصوات اللي بنتكلم عليها ما بتتجاوزش 2,000-3,000 مثلا بطاقة، مش هتأثر على الحجم النهائي في الاخر. دكتور، يعني في مخيلتي يعني انا جات لي الفكرة دي حالا، لما لم يتم الاتفاق بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق ان احداهما يصبح الرئيس والاخر النائب؟ ياه، انت بتتصور المثاليه غير موجوده على الاطلاق. اذا كان ابو الفتوح وحمدين صباح الاثنين اللي بيمثلوا اتجاه اقرب الى بعض ورفضوا هذه العمليه، يعني رفضوا واحد فيهم الاثر، يبقى هذا لمصلحه البلد. يعني انا بتكلم ان مصلحه الوطن، ما هو كل واحد بيتصور ان مصلحه الوطن في ان يتولى هو رئاسه الجمهوريه. ده بيعبر عن فكر وعن توجه سياسي، وده بيعبر عن فكر وتوجه سياسي مختلف. الا نقدر ان نتخلى عن توجهاتنا السياسيه في المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي وننظر الى مصلحه البلد؟ يا دكتور ألبير، انت بتتصور مثاليه مفتقده. احنا حتى الان لو نزلت تقابل الانصار الحملتين، يعني يكاد كل واحد يعتبر الطرف الثاني يعني غير وطني خائن. خائن.
فصعب جدا. نحن يعني نمتلك سياسة جيدة يعني للتخوين. يعني مش المطلوب ان احنا نقول واحد فيهم يتفقوا واحد رئيس ونائب، اتفقوا انهم يجروا مباراة بروح رياضية، يعني اللي المهزوم يروح للتاني يقول له ألف مبروك انت بقيت رئيس لكل مصر زي ما حصل بين ساركوزي والرئيس الاشتراكي. لا دي لسه ما وصلناهاش، احنا لسه في سنة أولى ديمقراطية. دكتور كيف ترى أداء يعني كلا من المرشحين خلال الإعلام، المرشحين وليس الحملات في الإعلام خلال فترة جولة الإعادة؟ يعني هو الدكتور محمد مرسي أستاذ جامعة محترم، يعني كان له بعض المواقف اللي خرجت عن طبيعته، يعني انه حندوس بالجزمة على ده، احنا هنمسح الناس اللي بتتكلم، عبارات شديدة جدا ما كانش يجب تتفق مع طبعه الهادئ من الاصل. فهل ده كان يعني نوع من الحدة عشان اشد الانصار او المواجهة؟ اعتقد دي كان متحسب تقدير الشخص، ربما اكون مخطئ، لا تتوافق مع طبيعة الدكتور محمد مرسي. وهل هذا كان توجه ارفع درجة التوتر؟ يعني هل هذا مقصود؟ لانه يعني يملى عليه كلام قصدي حضرتك تقول؟ لا، هو انت الحمله بتاعتك والمستشارين بيقولوا لك انك تعمل ايه؟ نفس الشيء عند الدكتور شفيق، كان حادا جدا عند الفريق، حاد جدا في الاسبوع الاخير، هو نفس الشيء. يعني ارتفعت درجه الحده عند المرشحين بصوره غير مسبوقه ولم تكن موجوده في الاول. فهل هو هجوم اللحظات الاخيره؟ يعني الاثنين مرسوه ومرسوه بعنف وبشده. الضرب بتاعت الحزام كان موجود في الحملة الإعلامية في الأسبوع الأخير، عملية تكسير عظام، طرح كلام وإشاعات غير حقيقية. إذن هذا مقصود؟ ما كان مقصود، وده رفع درجة التوتر في المجتمع، يعني أدى إلى نوع من التوتر الزايد بين أنصار المرشحين. كلا المرشحين. دكتور، هل تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجد من الصعوبات إكمالها، أو سيكون سجال سياسي كبير بين المرشحين القادمين للانتخابات التشريعية؟ يعني أنا أعتقد هيكون شكلها مختلف عن الانتخابات اللي مضت، لأنه أنت قدامك أحزاب أخرى بتتكون جديدة زي حزب الدستور اللي فيه دكتور البرادعي. في حديث على أن حزب المصريين الأحرار ومصر الديمقراطي الاجتماعي وأحزاب أخرى ستتآلف في كتلة أكبر وتبقى أكثر عمقاً. فأنا أعتقد أن خريطة الأحزاب السياسية هتتغير خلال الفترة القادمة قبل الانتخابات. ربما نتصور قوى ثورية تصيغ نفسها وتتحول من قوة ضغط إلى أحزاب، فربما يعود جزء من الحزب الوطني السابق ليعيد تكوين نفسه كحزب بغض النظر عن القيادات التي اتهمت والتي راعت الفترة السابقة. إذن أنت أمام تعديل لخريطة الخريطة السياسية للأحزاب، فربما تفرز تغييرا في نتائج البرلمان القادم. دكتور، برضو طبقا لانتخابات الهند، انتخابات التشريعية، احنا بنتكلم دلوقتي عن الجمعية تأسيسية للدستور. ما رأيك في شكل الجمعية القائم حاليا؟ يعني انا اعتقد ان في انسحابات تمت من الجمعية. التساؤل الان، هل ستبقى الجمعية التأسيسية بتشكيلها القائم بهذا التشكيل ام لا؟ عندنا نص في البند الدستوري حيزيد من الاحتقان، انه اذا حدث عائق دون استملاء دون بقائها سيتم تشكيل المجلس الاعلى سيشكلها. أرجو ألا نصل لهذه النقطة حتى لا تزداد درجة الاحتقان. طب في بعض المناداة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور طبقا لبطلان، ما هو ده هيتم طبقا لبطلان الشعب ودعوى قضائية مرفوعة. لو المحكمة الإدارية هي اللي حلتها هيبقى ده يعني إيه درجة أراحة أكتر، لكن لو دي ما حلتهاش وأنت عينت رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا للجنة، يعني أنت حطيت شخصية قضائية محترمة لها وزنها على رئيس اللجنة التأسيسية. إذا عملية حل اللجنة دي وتشكيل لجنة أخرى سيزيد من حدة الاحتقان والتوتر السياسي في المجتمع. دكتور، رؤيتك لمشروع الدستور الجديد، هل سيبقى دستور، مش عايز أقول عليه طائفي، كل طائفة تريد الاستئثار ببنود الدستور، أم أن لو شكلت جمعية تأسيسية للدستور جديدة سيكون الدستور بشكل آخر عما تريده الجمعية الحالية؟ يعني أنا أعتقد أنه الدستور لن يكون طائفيا ولن يعبر عن وجهة نظر، سيعبر عن وجهة مصر الدولة المصرية الأساسية. لا أعتقد أنه سيكون هناك خلاف كثير على معظم بنود الدستور فيما عدا صلاحيات رئيس الجمهورية التي يجب أن تقلص بعض الشيء، وسلطات للمجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة، وصلاحيات أكثر للحكومة أن تكون بشكل معين. هناك تفصيل فيما يتعلق مثلا بالنقابات والاتحادات والممارسات السياسية تبقى أكثر حرية. ربما يكون هناك حديث عن مجلس أمن قومي يحدد المخاطر والتهديدات التي تعرض لها الوطن. ربما يكون هناك إصرار أو تأكيد على حق المواطنة
للدولة المصرية حتى تأكيد حق المواطنة، تأكيد حق المواطنة حتى لا نترك مثل هذه الأمور لوجهات نظر بعض المتطرفين من هنا أو من هناك. طب دكتور، في بعض المناداة أن ياخدوا الدستور 71 ويتم التعديل بعض البنود ويصبح هذا دستور البلاد القادم، لو هذا من خلال بعض السياسيين، طب ليه ما لا نعود للدستور 54 دستور 23؟ ما هو 23 و54 و71 النصوص الأساسية واحدة، اللي بتتكلم على الحقوق والواجبات واللي بتتكلم على الحريات قال العامة. قال ان 23 كان افضل الدساتير. ما هو 23 كان في زمنه لما كان مصر قد ايه عددها والقوى السياسية فيها ايه وفيها ملك، والملك عطله بعد نفوذ ثم عاد مرة اخرى. يعني نفس البنود او القيم الموجودة المطروحة في الدستور هي الحديث هو عن صلاحيات ومزايا لبعض الشخص، والفصل بين السلطات ينص عليه بوضوح. لا اعتقد هناك خلاف كثير، ويمكن انجاز الدستور مش في 3 شهور، يمكن انجازه في شهر واحد. دكتور طبعا هنرجع لحكم المحكمة الدستورية اللي هو بحال مجلس الشعب، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان المحكمة الدستورية اصدرت الحكم بتاعها بعدم دستورية مجلس الشعب وليس بحله. الحل من قبل السلطة التنفيذية. الحكم لا، ده هي قالت حاجة تانية. اتفضل. قالت لا يحتاج الى اجراء، يعني حكمها مش محتاج حد ينفذه، هو نافذ، لان هي اقرت ان ما بني على هذا القانون يصبح باطلا فانتهى المجلس. طب لما يتخوف الاسلاميين من هذا الحكم ولما يصرون عليه؟ يعني هل يتخوفون من عدم تحقيق بعض او نفس المقاعد خلال البرلمان القادم؟ لا، هو ايه صدور القانون المفاجئ بهذا الشكل بتحل مجلس الشعب، فانت ضربت التيار القوة او الاحزاب الاسلامية 3 ضربات في خطة واحدة، انك انت حليت البرلمان، افقدت لهذه الاحزاب التي حصلت على الاغلبية من خلال انتخابات نزيهة قدرتها على تشكيل اللجنة التأسيسية، افقدتها القدرة على تشكيل حكومة اغلبية، فالثلاثة في توقيت واحد تدفع الى صدمة. يعني حضرتك قلت ان 3 ضربات متوالية من خلال حكم واحد. هو كان ينتظر، إذا كان الحكم سليما لماذا لم ينتظر هذا الحكم 3 أو 4 شهور؟ يعني ليه هو في نظره لماذا أسرعت المحكمة الدستورية بإصداره؟ يعني انتخابات 87 حكم عليها سنة 90 في حل مجلس الأمة أو مجلس الشعب، ولكن نحن لم نأخذ الفترة الكافية أو وأن يصدر القانون في نفس الحكم اللي يصدر فيه برفض قانون العزل السياسي ثم تصدر حق الضبطية القضائية، انت اثرت هلع. كانت الحزمة كلها مع بعضها عدة ضربات متوالية بالزبط. وتخيل طار الإسلام انها موجهة له بالضبط. دكتور كيف ترى المعارضة خلال الفترة القادمة، وهل ستصبح المعارضة كما كانت خلال السنة ونص الليبراليين والعلمانيين، ام ان سيكون هناك توازن بين القوى الإسلامية والليبراليين والعلمانيين؟ يعني انا الحقيقة مش شايف الأحزاب الليبرالية ضعيفة حتى هذه الدرجة ومش قادرة تتماسك وتكون كتلة، والقوى السورية غائبة، يعني انشغلت القيادات بتاعت القوى السورية في القنوات الفضائية ومتصورة نفسها قوة ضغط ونخرج إلى الميدان زي ما احنا بنشوف، لكن هو مش قادرين يدركوا إن الشعب بعد فترة بيمل من الخروج للميدان ومن تعطيل المصالح، وعندما يتم إعداد دستور وينتخب رئيس جمهورية ويعاد انتخاب مجلس شعب جديد هتصبح هناك يعني استياء كثير جدا من الخروج للميادين دون تنظيم ودون مبررات كبيرة. فأعتقد المعارضة محتاجة كلام كتير إذا لم تكون أحزاب جديدة قوية تدعم الأحزاب الجديدة التي ظهرت بعد الثورة وتقوم. دكتور احنا كوننا العديد والعديد من الأحزاب، حضرتك شايف لحد دلوقتي أن مجموعة الأحزاب الموجودة والتي كونت ما بعد الثورة لا تكفي للخوض في انتخابات البرلمانية القادمة؟ أنا ما شفتش أحزاب لها موجودة جديدة غير الكتلة، الحزب المصريين والحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي، دول اتنين اللي ظهروا جديد. هم دولت أكبر حزبين. طيب. ولكن في أحزاب صغيرة أخرى كلها في جزء منها أحزاب كرتونية كانت موجودة ديكور أيام الحزب الوطني، كانت موجودة ديكور ولأنها كانت شكلت طبقا لقانون الأحزاب بقيت مش شايف لها يعني اي تأثير في الشارع. يقال يا دكتور على حسب اخر احصائيات يعني قريتها كده بالصدفة ان لدينا حوالي 95 حزب. طيب ما هو يعني احزاب اتكونت من مجرد جاب النصاب بتاع 1000 واحد وبس، دي انا مش شايف لها حاجة، وفي احزاب عندها جريدة وبس، لكن انا مش شايف احزاب لها واقع. الاحزاب القوية هي حزب الحرية والعدالة زي الانتخابات ما جت، وحزب النور والمصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصير الحرار وحزب الوفد وحزب التجمع ما خدش حاجة في الانتخابات اللي فاتت، حزب الكرامة خد 6 أعضاء براكب أتوبيس حزب الحرية والعدالة عشان يوصل مجلس الشعب، وكانت هناك علامة استفهام هل الحزب الناصري يلتقي مع الإخوان؟
حزب عبد الناصر اللي كان على خلاف مرغان يركب معاه، فانا بصورها بقول هم ركبوا قطار الحريه والعداله حتى باب مجلس الشعب. هل هيستمر التحالف ده قائم؟ ده دي علامه استفهام. طب كيف ينمي الحزبيون حزبهم اذا كان هناك في حزب صغير؟ فكيف يحدث له تنميه؟ او يعني هو من الحزب كيف يحدث له يعني تنمية؟ عليه ان ينشر قواعده ليس من خلال النخبه لكن من خلال قواعد شعبيه في احياء في القرى في الريف، ينتشر بهذا الشكل. لو اذا لم ينتشر على مساحه اوسع وخريطه اوسع في المجتمع هيبقى حزب للنخبه، وحزب النخبه هيدانه ضعيف. يعني من المؤسف ان اقدم حزب في مصر هو حزب الوفد مش قادر يكون له انتشار هذا الانتشار الكبير وما زال حزب نخبه. هل التمويل له دور؟ التمويل له دور وكميه المعتنقين لمبادئ الحزب المتطوعين. يعني براعه حزب الحريه والعداله او حزب النور في ايه؟ انه لديه كميات كبيره قاعده شعبيه من المتطوعين دون انتظار الثمن. يعني هناك شباب يؤمن بهذا الفكر ويتحرك مستقلا لتحقيقه. طيب دكتور، خلال الفتره اللي جايه حضرتك يعني متفائل ان احنا هيكون عندنا تعليم سياسي حقيقي للشعب المصري، او مش عايزين نقول للشعب المصري عموما، للشعب المصري هنحاول ان احنا نزود وعيه، ولكن ولا للنخبة، انا ولا اتكلم عن الشعب المصري اجمالا ولا اتكلم عن النخبة خصوصا، ولكن زي بعض الدول اللي هي بتعلم السياسة في المدرسة. يعني احنا بعض الدول اللي زرتها بتقول ان احنا عندنا مادة اسمها بوليتيك في المدرسة او سياسة في المدرسة. هل من الضروري اضافة هذه المواد في التعليم المصري لكي نخرج كادرات من الاطفال اللي احنا بنعلمهم من دلوقتي؟ هو يعني قبل ما تحط مادة يدرسوها، لان احنا عندنا التعليم كله عاوز تغيير. المواد اللي بتدرس بتلقن عشان اسف على اللفظ عشان يطرشها في الامتحان فما بتعلمش منها حاجة، فهتبقى زي المواد دي. لكن انا عاوز ممارسة، أن يصبح بانتخابات اتحادات طلاب في المدارس زي ما كان موجود زمان، فالطالب وهو في إعدادي وفي ثانوي ينتخب اتحاد طلاب من خلال انتخابات نزيهة ويقدم برنامج ويعمل نشاط. أن تعود السياسة مرة أخرى أو الممارسة السياسية للجامعات دون ضبط، فتبقى في اتحادات طلابية موجودة، بس نتمنى ألا تدخل الأحزاب بعمق. كنت لسه هقول لحضرتك حالا الاتحادات الطلابية موجودة ومفعلة وهناك انتخابات للاتحادات الطلابية، ولكن منذ أكثر من 30 عاما استولت بعض التيارات السياسية على اتحادات الطلاب في الجامعات عموما وتولت هي السلطة. هيبقى هذا الأمر قائما، هتبقى كل القوى السياسية بتأيد مرشحية جوه عشان تنجح علشان تربي كوادرها من داخل الجامعة، ده أمر هيبقى قائما. لكن أن تمارس بوضوح ويبقى في اتحادات طلاب والحزب ده يدعم مرشحيه وده يدعم مرشحيه، دي بدايه العمل السياسي الموجود. ان النقابات تاخد حريه في العمل وتبقى في ممارسات. ما هو النقابات نفس الموضوع يا دكتور، ما احنا هنلف ورا بعض بقى. لا احنا بنتكلم عن الاتحادات الطلابيه، بعض التيارات السياسيه اخذتها، مش عايز اقول مقاوله، هيحدث. والنقابات، النقابات عموما واكبر النقابات الاطباء والمهندسين هيحدث، والصيادله هيحدث. احنا بنتكلم في تيار سياسي ما هو معين. ما هي دي السياسه ممارسه كده، ما تقدرش تحجر عليها او ما تقدرش تعترض على فتحها بالكامل، لكن هي دي ممارسه السياسه على الجميع. حريه نقابيه، منظمات مجتمع مدني تاخد مزيد من الحريه للعمل وتتحرك بعيدا عن سلطات الحكومه لتراقب وتتحرك وتربي الوعي السياسي وتعمل تنميه سياسيه موجوده. التعليم نفسه يتغير مناهجه، احنا قدامنا بدري جدا عما تصل لما تطمح اليه من تربيه سياسيه. دكتور، هترى يعني طبقا لكلامك، ترى ان الحريات سوف تزيد خلال الفتره القادمه ام انه سيكون هناك تقويض للحريات؟ لا، هو هيكون في صراع ما بين انفتاح للحريات ومحاوله تضييق الحريات، ودي هتعكس بقى اي درجه هيصل اليها المجتمع من الانفتاح، هيقدر يمنع محاوله التضييق وينفتح ام لا؟ محدش يقدر يتنبأ الممارسه اللي هتقوم. هل احنا مجتمع قابل للانفتاح ام اننا مجتمع منغلق؟ لا، احنا مجتمع محافظ بطبيعته لكنه قابل للانفتاح. العمليه الانفتاح السياسي اللي حصل الفتره اللي فاتت يدل ان احنا راغبين في الانفتاح، راغبين في الممارسه السياسيه، ودي حصلت في الفتره اللي فاتت. رجل الشارع العادي بيتكلم في السياسه بصوره ما كانش بيتكلم فيها. طبعا ده البياع الفاكهه اللي في الشارع. بالظبط، بياع الفاكهه في الشارع. هو ده فاهم يعني ايه، بيتكلم في الجمعيات التاسيسيه، بيتكلم في الاحزاب. ما هي دي درجه الوعي السياسي والانفتاح اللي تم. احنا كنا احنا واحنا ماشيين في الشارع دلوقتي بنسمع كلام ما كناش بنسمعه ايام مبارك. واصبح المواطن عارف ان صوته له ثمن،
يعني اصبح له قيمه بالفعل. بالفعل وده اللي حدث في انتخابات الاعاده زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا عندنا الكتله التصويتيه 50% منها للمرشح الدكتور ناجح. محمد شفيق الدكتور محمد مرسي والاخرى للدكتور شفيق يعني تقريبا في توازن. انا وقفت 3 ساعات عشان ادخل اللجنه. انا وقفت 4 يا فندم. انا رحت 8. انا رايح بدري يعني رايح من 8 لربع، دخلت 11 لربع. بس احنا بص عشان نكون واضحين برضو كان في عدم اقبال على التصويت من بعض التيارات السياسية التي تقول منقطعة يعني ليكن، لكن أنا سألت عن طابور كبار السن عشان أبقى ليا تميز في الدخول، قالوا لي الطابورين دول كلهم كبار السن، فوقفنا احنا كبار السن 3 ساعات. ده رائع يا دكتور. كنت في لجنة ايه يا دكتور؟ في مدينة نصر في لجنة ده احنا كنا بننادي الجماهير عشان تنزل فيه، كانت لجان فاضية خالص. لا الشباب اللي كانوش موجودين، الشباب بيصحى من النوم براحته الساعة 10 يجي ينتخب ويمشي، اللجنة بتاعته فاضية، اللي حطوا الصغيرين في السن مع بعض، وكبار السن عشان يكرموهم حطونا مع بعض، فهم كبار السن اللي راحوا. ربنا يديك الصحة يا دكتور. حضرتك عايزين نشوف يعني ما هي الدروس المستفادة الآن والتي عايزين نقول ندي بها روشتة سياسية خلال المرحلة القادمة للشعب كله. يعني هو ما حدش يقدر يدي روشتة إلا بعد مضي شهر الاحتقان اللي احنا فيه. إلى أين نذهب؟ ما حدش يقدر يجاوبك على علامة الاستفهام. إذا فاز الدكتور مرسي وانتهى الحكم للدكتور مرسي أعتقد الأمور هتمشي، هيبدأ مرحلة. لكن إذا حدث العكس زي ما بنسمع النهاردة واتقلبت النتيجة وده ما زال احتمال ولو انه ضعيف، الشارع هيشتعل وبالتالي هنبقى في ازمه. الحزب الحريه والعداله هيوافق على الحل مجلس الشعب ولا هيسعى للتصادم مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ رئيس الجمهوريه القادم هيقبل سلطاته لحين اعداد الدستور ام لا؟ هل الدستور هنتوافق على اللجنه التاسيسيه وتعد الدستور ونعبر المرحله حتى اعداده والاستفتاء عليه لانتخابات قادمه؟ هل الانتخابات القادمه هتجرى فعلا بعد شهر من اعداد الدستور ولا هتتاخر؟ لان يمكن تجرى بعد شهر كما اعلن المجلس، لان هتاخد فتره اطول، وهنبقى لاول مره اجرينا انتخابين في سنه، انتخابين لمجلس تشريعي في سنه، فعمليه حاده جدا. كل هذه الامور لا نستطيع احد ان يتنبا بمسارها قبل مرور هذا الشهر الاول اللي هو مرحله الحضانه او البيئة الحاضنة للتوتر. هتعدي بسلام ام هيحصل تصادم؟ كيف نمنع تلك الفتن والازمات خلال الفترة القادمة سواء فاز الدكتور محمد مرسي او سواء فاز محتاجة الدكتور شفيق طبقا للمؤتمر بتاع النهاردة؟ محتاجة القوة السياسية على اختلافها ان تنتبه انه في مصلحة عليا للوطن تقتضي مننا ان نقدم تنازلات فيما طلع بالمصالح الذاتية لهذه القوة. محتاجة تماسك من القوة التي خارج البرلمان والتي لم تكن في المنافسة الرئاسية عشان تكون وسيط بين الأطراف. محتاجين إلى نوع من المصالحة والتفاهم وليس نوعا من الانتقام أو تصفية الحسابات. إذن يا دكتور لو إحنا قلنا أن يجب أن بعد انتهاء هذه المرحلة وبعد إعلان النتيجة النهائية للرئاسة يجب أن يجلس الجميع معاً أيوة. ضمن ترابيزة واحدة أو ضمن مجتمع واحد لبحث قضية أهم بكثير من قضية الانتخابات وهي قضية الوطن. بالضبط. وعلى قاعدة أنه أختلف معك في الرأي لكن أحترمك كمواطن في الدولة ولك رأي، ومش مقصود ان انا اصفيك، لان احنا تعادلنا، يعني انت مواطن وانا مواطن، انت لك شعبيتك وانا ليا شعبيتي، وعلي ان احترمك وتحترمني لان في هدف اعلى. دكتور احنا سعداء جدا بحضرتك النهارده. أشكر. في نهايه الحلقه اعزائي المشاهدين احنا بنشكر جدا الاستاذ الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط. دكتور شرفتنا. أشكرك. وسعدنا بيك. لا انا اللي سعدت بالحلقه تمام وسعدت بالحديث معك. اشكرك. اعزائي المشاهدين انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج نبض مصر.